الشاب ما يتمكن يجي يوم القيامة أمام الله يقول يا الله ما كنت أقدر في ذلك البيت وتلك المرأة المعروفة. في الروايات لم ينظر إليها ولا مرة واحد، خادم ومخدوم، خادم يوسف خادم عبد من الناحية الظاهرية، وزليخة هي المخدومة والمالكة والملكة، لم ينظر إليها ولا مرة واحد. كم في كم مدة؟ 7 أعوام كان يخدمها وهو مطرق بنظره إلى الأرض. هذه معجزة الإيمان ومعجزة التذكر، 7 سنوات ما ينظر إليها، وترى واحد جالس في المحل وكل فتاة تنظر يتطلع إليها بنظرات خائنة، يعلم خائنة الأعين، هذه النظرات كلها تفضح في يوم القيامة أمام الملأ.